اللي احنا عملناه ده كان انترودكشن بسيط بيبين الفرق بين الفاينانشال والمانجيريال، وعرفنا ان في 7 اختلافات بينهم، وبعدين دخلنا على الورك اوف مانجمنت اللي هي الشغل الاساسي اللي بيعمله المانجر عشان نقدر نساعده فيه، وعرفنا ان هو بيعمل 3 حاجات اساسيه قلنا مش هم دول بس، لكن احنا هنركز عليهم في الكورس بتاعنا اللي هي البلاننج، عشان كده هنساعده انه يعمل بادجت وبيعمل كنترولنج، فهنساعده في البرفورمانس ريبورت، وبيعمل ديسيجن ميكنج فهنطلع له الانفورميشن السيوتبل للديسيجن بتاعه. بس هنتكلم دلوقتي في حاجه تانية مهمه قوي، حاجه اسمها الكوست كونسبت. ايه حكايه الكوست كونسبت دي؟ اولا احنا اتكلمنا على الفاينانشال اكاونتنج، واتكلمنا على المانجيريال اكاونتنج، في نوع ثالث من الاكاونتنج اسمه كوست اكاونتنج. النوع دوت بيخدم الفاينانشال وبيخدم المانجيريال، ده اكاونتنج سيستم برضو شغلته يطلع معلومات ياخدوها بتوع الفاينانشال يعملوا بيها البرفورمانس، يعملوا بيها الفاينانشال ستيتمنت بتاعتهم، وياخدوها بتوع المانجيريال يقدروا يعملوا بيها البادجت، ويقدروا يعملوا بيها البرفورمانس ريبورت، ويقدروا يعملوا بيها الديسيجن انفورميشن وهكذا. ايه حكايه الكوست اكاونتنج دي؟ ده سيستم مهم جدا في الشركات وبيركز على حاجه اسمها الكوست. لو احنا جينا بصينا على الفاينانشال اكاونتنج هتلاقي ان الفاينانشال اكاونتنج كان جواها اسيتس ولايبيليتيز واونرز ايكويتي، وكان عندنا ريفينيو وكان عندنا اكسبنسز، وكان ياخدوا الريفينيو ماينس الاكسبنس طلعوا بند انكم، وياخدوا الاسيتس اللي هي مكونات الاصول بتاعت الشركه، وديت الفاينانسنج واي بتاعها سواء جايبها عن طريق اللايبيليتي يعني الكريديتورز او عن طريق الاونرز فالاونرز ايكويتي. لو جينا بصينا على الايتمز اللي قدامنا ديت هتلاقي ان اللايبيليتي دي الديون اللي على الشركه، الاونرز ايكويتي دي حقوق ملاك الشركه، ومجموع الاثنين دولت بيساوي الاسيتس اللي هي ممتلكات الشركه ريسورسز اوند باي ذا بزنس اللي هي الاسيت. لكن كل اسيت من دولت له حاجه اسمها كوست، فتلاقي عندك حاجه اسمها كوست اوف اسيت. يعني انت لما بتشتري اكويبمنت فيقول لك ده ب 100,000، ال 100,000 دي اسمها كوست اوف اكويبمنت. هنا هتلاقي ريفينيو وهتلاقي الاكسبنسز، كلمة اكسبنسز برضو يعني مصاريف يعني جاية من كلمة كوست، فانت هتلاقي معظم شغل الاكاونتنج بيزد على الكوست، وكأن محدودة الكوست دي حاجة مهمة قوي عندنا، او الكوست اكاونتنج دي حاجة مهمة قوي عندنا. في الكورسات الاخرى ما بيفرقوش بين المانجير الاكاونتنج والكوست اكاونتنج، بيعتبروا الاتنين كورس واحد، لكن احنا يعني لظروف الكورس بتاعنا وطبيعه الام بي اي اكزيكتيف اللي احنا بندرسها فاحنا فاصلين المانجير الاكاونتنج عن الكوست، على اساس ان الكوست اكاونتنج دي بيعملها محاسبين وياخدوا الشغل بتاعهم ياخدوه بتوع المانجيريال يساعدوا بيه المديرين. هتقول لي مش باينه مش واضحه، انا هدي لك مثال نفهم بيه الفرق بين الكوست اكاونتنج والمانجر اكاونت. بس بدايه كده المثال ده غير صحيح 100%، ده انا عامله كده عشان نقدر نفهم بيه الفكره، لكن هو مش صح 100%. تعال نركز كده مع بعض. لو تخيلنا ان دوت فاكتوري، فاكتوري يعني مصنع، الامريكان يسموه بلانت، بلانت او فاكتوري او مصنع او ورشه. اللي بيحصل ايه؟ ان في مبنى تاني جنبيها، بس تلاقي المبنى ده مختلف عن ده شويه، ده تلاقي فيه مدخنه كده وفي شبابيك ومطرب وشكل مصنع يعني، لكن ده مبنى شيك كده والواجهه بتاعته ازاز والمدخل بتاعه رخام وشكله شيك قوي. ايه الفرق بين المبنى دوت والمبنى دوت؟ يقول لك ده مبنى الفاكتوري، ده المصنع والمخازن
والمكن والعمال. امال ده ايه؟ ده يسموه الاوفيس بيلدينج، ده مبنى الاداره. دايما تلاقي مبنى الاداره بعيد، او يعني الشكل العام بتاعه كده نظيف كده وحلو ومختلف عن المصنع شويه. قاعد هنا المانجر، المدير، المانجر قاعد هنا واخد فيو كده حلو على النيل ولا على البحر، وشباك ازاز وواجهه كبيره وده مصنع جميل. وركز بقى، المصنع ده يشتغل جواه كوست اكاونتنت، ده يسموه محاسب تكاليف. ده بيجي من بيتهم لابس بنطلون جينز وتيشيرت، اشمعنى؟ اصله بيخش جوه المصنع جنب المكن وجنب العمال وجنب التراب والنشاره وشغل بقى، فمش هينفع يجي بدله وكرافته، فبيجي بنطلون جينز وتيشيرت وكوتشي ويطلع ريبورت، فياخد الريبورت ده جواه كوست انفورميشن. يعني ايه كوست انفورميشن؟ يعني اشترينا ماده خام بكام؟ العمال اللي جم قبضوا مرتبات قد ايه؟ طلعنا انتاج قد ايه؟ عندنا انتاج تالف قد ايه؟ يعني معلومات حوالين المصنع بيطلعها في كوست ريبورت. ياخد الكوست ريبورت ده عايز يديه للمانجر، لان المانجر هيبدا يستخدم المعلومات اباوت ذا كوست عشان يقدر يعمل بلاننج وكنترولنج وديسيجن ميكنج. بس للاسف الراجل ده لما يجي يخش من الباب ده ما بيرضوش يدخلوه، يقولوا له ايه المنظر اللي انت لابسه ده؟ ايه البنطلون الجينز المزايد دوت والكوتش اللي مش نظيف؟ هتخش ازاي مبنى الاوفيس بيلدينج؟ يا اخوانا انا شغال محاسب، انا كوست اكاونتنت، بس انا لابس كده عشان انا شغال جوه المصنع. يقولوا لا، سلم الريبورت بتاعك لواحد تاني قاعد جوه هنا اسمه المانجيريال اكاونتنت. فياخد الكوست ريبورت ده يسلمه لمين؟ للمانجيريال اكاونتنت، ياخده هو ويدي للمانجر. طبعا انا قلت لك في الاول ان الكلام ده مش صح 100%، انا عايز اقرب لك بس الصوره. يبقى الكوست اكاونتنت ده شغال جوه المصنع بيطلع كوست ريبورتس، تقارير على الكوست، يسلمها للمانجيريال اكاونتنت، المانجيريال اكاونتنت يديها للمانجر. هتقول لي يبقى معنى كده المانجيريال اكاونتنت ده مصطجي، شغلته ياخد ريبورت من بتاع الكوست يديها للمانجر؟ لا، ما هو بيعمل لها ايه؟ بيعمل لها ريشيبنج، يعني ياخد التقرير اللي جاي لنا من المصنع دوت، ادي المانجيريال اكاونتنت، يجي له كوست ريبورت هو اللي يستلمه جاي من الكوست اكاونتنت، ويبدا يعمل له ريشيبنج، يعيد صياغته. فممكن يحط بقى الاكتوال، ما دي حاجات اكتوال كوست ريبورت، يحط جنبها حاجات البادجت ويطلع الفاريانس ويعمل للمدير بتاعه حاجه اسمها بيرفورمانس ريبورت. ممكن ياخد الكوست دي يعمل لها كلاسيفيكيشن، ياخد الحاجات المفيده يديها للمدير والحاجات المش مفيده يطلعها بره الريبورت، يعمل ريشيبنج للكوست ريبورت، ياخد ارقام الكوست ويقارنها مع ارقام السوق، ياخد ارقام الكوست ويحط لها معلومات زياده ويعمل كومباريزون، يعمل بنش مارك. وبالتالي المانجير الاكاونتنج ياخد شغل الكوست ويعيد صياغته في شكل مناسب للمدير بتاعه. ده بس عشان اقرب لك الصوره ما بين الفرق ما بين الكوست اكاونتنت وما بين المانجير الاكاونتنت. لكن في الواقع العملي الشخصين دول غالبا بيبقوا نفس الشخص، لكن ده مجرد بس عشان اوضح لك الفكره ببساطه. احنا مش هنركز قوي على الكوست اكاونتنج، لكن مهم جدا ندرس شويه حاجات النهارده والمحاضره اللي جايه ان شاء الله الاسبوع الجاي اباوت حاجه اسمها الكوست كونسبت، شويه مبادئ اساسيه كده، مفاهيم اساسيه حوالين الكوست. اول سؤال يجي على بالنا، ويعني ايه كلمه كوست؟ كوست يعني تكلفه. طب معناها ايه؟ ركز بقى معايا، معناها اوبشنال يعني اختياري. sacrificing with economic resources يعني هنضحي بايكونوميك ريسورسز بمزاجنا، اوبشنال. to get economic return عشان نجيب عائد benefit سواء كان at present or in the future. تعالى نقول تاني بالراحه، يبقى الكوست هي اوبشنال sacrificing of resources to get economic benefit سواء either
at present or in the future. لا مش فاهم. طب واحدة واحدة كده. حضرتك هتشتري سندويتش. رحت الدكان وعايز تشتري سندويتش. فقلت له السندويتش ده بكام؟ قال لك بعشرة جنيه. فقمت بمزاجك مطلع من جيبك عشرة جنيه. يبقى انت اوبشنالي سكريفايسنج ايكونوميك ريسورس، طلعت من جيبك 10 جنيه. هتقول لي ايه ده؟ هي الايكونوميك ريسورسز معناها فلوس؟ لا مش شرط معناها فلوس. ايه رايك لو انا قلت له انا حاج عايز السندوتش ده، قال لي ب 10 جنيه، قلت له معيش يا حاج، بس انا ممكن اشتغل عندك ساعه اغسل لك الاطباق وتديني السندوتش. ما دي ايكونوميك ريسورس، اديت له وقت واديت له مجهود. طب ممكن اقول له حاجه ثانيه، اقول له بص يا حاج انا معايا ساعه، تاخد الساعه ديت وتديني السندوتش، يبقى انا ضحيت بايكونوميك ريسورس. يعني كلمه ايكونوميك ريسورس مش معناها ماني، معناها ريسورسز، اي حاجه بتضحي بيها، وقت، ايفورت، اذر اسيت، تدي له حاجه وتاخد حاجه بس بمزاجك اوبشنال. يبقى الكوست هي اوبشنال سكريفايسنج اوف ريسورسز تو جيت بنفيت. هتقول يعني ايه جيت بنفيت؟ حضرتك لما هتاخد السندوتش هتاكله، لما هتاكله يبقى انت جيت بنفيت. طب لو خدنا السندوتش اشترينا كيس الشيبسي وركنته عندي وباكله بكره، يبقى ده فيوتشر بنفيت. يبقى لو كلته دلوقتي يبقى بريزنت بنفيت، لو حاكله بكره ولا بعد خمس ست ايام يبقى اسمه فيوتشر بنفيت. يبقى الكوست هي اوبشنال سكريفايسنج اوف ريسورسز تو جيت ايكونوميك ريتيرن اللي هي البنفيت، سواء في البريزنت او ان ذا ايه؟ ان ذا فيوتشر. جميل. طب ايه رايك لو انا رحت دلوقتي دفعت 10 جنيه، ادي اوبشنال سكريفايسنج اوف ريسورسز، وجبت ساندويتش، المفروض هعمل ايه؟ هتاكله، فتاكله تجيب منه ايه؟ بنفيت. يبقى دي اسمها كوست، يبقى سكريفايسنج اوف ريسورس تو جيت بنفيت، سواء في الكرنت او في الفيوتشر. طب رأي حضراتكم لو انا اشتريت السندوتش، طلعت من جيبي 10 جنيه واشتريت السندوتش ووقع مني على الارض، قال لك في الحاله دي ما يبقاش كوست، يبقى اسمه لوس، يعني خساره. يبقى الكوست تجيب بنفيت، يعني تضحي بريسورسز تو جيت بنفيت. لكن لو ضحيت بريسورسز وما جالكش بنفيت يبقى اسمها ايه؟ يبقى اسمها لوس. اخواننا بتوع الفاينانشال اكاونتنج بيفرقوا بين البريزنت وبين الفيوتشر بنفيت. لما ياخد بريزنت بنفيت يسميها اكسبنس، لما ياخد فيوتشر بنفيت يسميها اسيت. فالاسيت والاكسبنس هي كوست. اخواننا بتوع الفاينانشال يقسموها اتنين، يقول لك لو انا خدت بريزنت او كارنت بنفيت يبقى ده الاكسبنس، ادفع واخد. لكن لو انا هاخد في الفيوتشر زي ما اشتري اكويبمنت تقعد عندي خمس سنين، يبقى الاكويبمنت ديت اسيت، لما استخدمها تبقى يوزنج ات، فتحسب لها ديبريشيشن، يسموه ديبريشيشن اكسبنس. ده عشان تبقى فاهم بس الفرق بين كلمه اكسبنس وكلمه اسيت عند بتوع الفاينانشال. انما احنا كبتوع مانجيريال بنسميها ايه؟ كوست، سواء اكسبنس او اسيت، فيسموها كوست. سكريفايسنج اوف ريسورسز تو جيت بريزنت اور فيوتشر بنفيت. جميل. ايه ده بقى؟ ركز معايا بقى. ده الاكشن اللي هيحصل. قبل الاكشن ما يحصل تقدر تحسب كوست. يسموها بادجيتد كوست. دي فوركاستد واستيميتد. دي كوست اباوت ذا فيوتشر اكشن، يعني يقول لك ايه؟ يعني بيرشيسنج اكويبمنت، ده الاكشن، هنشتري مكنه. قبل ما اشتريها يبقى اسمها بادجيتد كوست، هشتريها ب 100,000. طب بعد ما تشتريها يبقى اسمها اكتشوال كوست، ودي كوست انكيورد هيستوريكال، حاجه حصلت. طب ركز بعد اذنك معايا كده. انت مقدر فوركاستد واستيميتد، او زي ما اخونا قال من شويه بريدكشن، بيقدر انه لما هيشتري الايكويبمنت هيشتريها ب 100,000. طب لما هنشتريها فعلا نشتريها بكام؟
كام يا شباب؟ انتوا معايا ولا نمتوا؟ حضرتك هتشتري اكويبمنت، فقبل ما تشتريها بتقدر سعرها. التقدير ده اسمه بادجيتد كوست، ده بلان خطه بادجيت. حضرتك مقدر انك هتشتري الاكويبمنت 100,000، حضرتك هتشتري الاكويبمنت فعلا، يبقى الرقم اللي انت اشتريت بيه اسمه اكتوال، يطلع كام؟ اكيد ده اكيد مش 100,000، اراوند 100,000. الله ينور عليك. خلي بالك من حاجه بقى، تعالى نتفق اتفاق، الوحيد اللي يقدر فيتحقق اللي قدره هو واحد بس، واحد بس اللي يقدر بادجت فيطلع الاكتوال بتاعه هو هو البادجت ده، واحد بس. تعرفوا مين؟ مين يا شباب؟ ربنا. الوحيد اللي يقدر فيطلع الواقع اللي قدره ربنا. انما احنا كبني ادمين لما نقدر فنعمل بادجت ويجي يحصل اكتوال يطلع فيه فاريانس. طبعا في احتمال ان اتنين يساووا بعض، لكن ده احتمال نادر. يعني الطبيعي ان البادجتد كوست لا تساوي الاكتوال كوست، ده الطبيعي. لكن طبعا في احتمال الاثنين يساووا بعض، يعني انا مقدر اشتري الان ب 5 جنيه ورحت دفعت 5 جنيه واشتريته، ممكن تحصل. اه طبعا، لكن مش 100%، مش كل تقديراتك هتساوي الاكتوال. الوحيد اللي كل تقديراته تساوي الاكتوال هو ربنا. عشان كده احنا كبني ادمين عندنا نوعين من الكوست، عندنا نوع بيفور ذا اكشن، ده فوركاستد، ده استيميتد، بنسميه البيست استيميشن، يعني افضل تقدير ممكن، يسموه البادجت كوست. لما تحصل فعلا الحدث وتدفع فعلا الكوست ويسموها اكتوال كوست، هتلاقي ان الرقمين دول غالبا ما بيساووش بعض. طب حلو قوي. طب لو جيت سالت حضرتك هي الكوست تساوي كام؟ لو قلت حضرتك كده من فضلك احسب لنا الكوست تساوي كام، هتقول لي ايه؟ الكوست تساوي كام يا شباب؟ كام فلوس؟ كام دولار؟ ها؟ الكوست تساوي كام؟ الكوست بتاعت ايه؟ الله ينور عليك، أول سؤال يجي على بالك الكوست بتاعت ايه؟ ما أنت ما تقول لي احسب لي الكوست، قول لي الكوست بتاعت الكرسي، الكرسي بتاعت الرحلة، الكوست بتاعت السفر، الكوست بتاعت الغدوة، الكوست بتاع حاجة. أهي الحاجة اللي إحنا هنحسبوا لها الكوست دي اسمها الكوست أوبجكت. يبقى في إكسبريشن جديد اسمه كوست أوبجكت. الكوست أوبجكت هو الحاجة، إني ثينك، أي حاجة. وي ونت تو ميجر اتس كوست، أي حاجة عايز تحسب لها كوست يسموها كوست أوبجكت. يبقى كلمة كوست ما تجيش لوحدها. ما تقوليش الكوست تساوي 15. هقول لك غلط يعني ايه، لكن تقول لي التشير الكوست اوف تشير تساوي كام، الكوست اوف ديبارتمنت تساوي كام، الكوست اوف سيرفيس تساوي كام. انا اقدر احسب الكوست لاي حاجه، بس قول لي الحاجه دي ايه وانا احسب لك ليها الكوست. يبقى الحاجه اللي انا هحسب لها الكوست، اني ثينك وي وونت تو ميجر اتس كوست، يسموه الكوست اوبجكت. والكوست اوبجكت ده اي حاجه حضرتك تقدر تحسب اي كوست في الدنيا. تعرف حضرتك ممكن تحسب كوست اوف سليبنج، يعني وانت نايم متكلف كام؟ هتقول لي وانا نايم بتكلف؟ اه طبعا، مش محتاج اوضه تنام فيها، مش محتاج سرير تنام فيه، محتاج دفايه بالليل، محتاج بطانيه تتغطى بيها، محتاج حد يصحيك، حاجات كتيره قوي كلها كوست. وبالتالي احنا نقدر نحسب اي كوست بشرط انك تقول لي هو الكوست اوبجكت ده. يبقى الحاجه اللي هنحسب لها كوست اسمها كوست اوبجكت. اقدر احسب نوعين من الكوست، نوع قبل الاكشن يسموه البادجتد كوست او الفوركاستد او الاستيميتد، ونوع بعد الكوست هيستوريكالي دان يسموه الاكتوال كوست. جميل قوي، ركز بقى في اللي جاي دي. احنا نقدر نعمل كلاسيفيكيشن للكوست. طبعا الكلاسيفيكيشن ده ممكن دلوقتي تلاقيه يعني طف صعب شويه، لما هنخلص الشرح بتاعهم هنرجع للسلايد ده تاني. احنا عندنا
كلاسيفيكيشنز كتيره قوي، لكن هنركز على ثلاث انواع من الكلاسيفيكيشن. ريليشن بتوين الكوست اند كوست اوبجكت. ايه الكوست اوبجكت؟ ده الحاجه اللي بنحسب لها كوست. وحاجه يسموها فانكشنال كلاسيفيكيشن، يعني تقسيم وظيفي حسب وظيفه الكوست. والثالث وده فيري امبورتنت، مهم جدا بالنسبه لنا، حاجه يسموها ريليشن بتوين الكوست اند ليفل اوف اكتيفيتي، اللي احنا هنسميها في المحاضره اللي جايه الاسبوع الجاي ان شاء الله الكوست بيهيفير. فاحنا النهارده ان شاء الله هناخد الاثنين دولت، التو كلاسيفيكيشن دول، والاسبوع الجاي ان شاء الله نتكلم على الكوست بيهيفير. بيهيفير يعني سلوك، يعني ازاي الكوست بتتحرك، سلوك الكوست بتاعتك عامل ازاي. يقول لك ان الريليشن الاولانيه ما بين الكوست اند كوست اوبجكت، عندي نوعين من الكوست، يا مرتبطه بالكوست اوبجكت دايركتلي ريليتد معاه يسموها دايركت كوست، يا اما مش مرتبطه بيه دايركتلي فيسموها ان دايركت كوست. وده كلاسيفيكيشن صعب شويه، محتاج ان احنا النهارده نفهمه مع بعض. عايز افهم يعني ايه دايركت كوست، يعني ايه ان دايركت كوست، واميز بينهم ازاي. النوع الثاني الفانكشنال يقسموها مانيفاكتشرنج ونون مانيفاكتشرنج، وده سهل لان الكوست بتاعتك هي جوه المصنع يا بره المصنع. اللي جوه الفاكتوري يسموه مانيفاكتشرنج كوست او تكاليف التصنيع، والنون مانيفاكتشرنج كوست هي تكاليف غير التصنيعيه. هنعرف انها سيلينج وادمنستريتيف، لكن النهارده هي دي المهمه بتاعتنا الاولانيه، نعرف الريليشن بتوين الكوست والكوست اوبجكت، نفهم يعني ايه دايركت كوست ويعني ايه ان دايركت كوست لانها مهمه قوي. والمحاضره اللي جايه ان شاء الله الاسبوع الجاي نركز على الكوست بيهيفير، هنتكلم على ثلاث انواع من الكوست: فاريبل كوست، فيكسد كوست، ميكسد كوست. وهنرجع للسلايد ده لما نخلص الثلاث انواع دول. تعالى كده نسمي مع بعض ونخش جوه الكوست بجد. تعالى ناخد كده شويه ترمينولوجي، هدي لك حاله او مثال نقدر نفهم منه اللعبه. تعالى نفترض مع بعض ان احنا شغالين في فرنيتشر فاكتوري، ورشه نجاره بتعمل اساس فرنيتشر، وبتنتج تشيرز كراسي اند تيبلز وترابيزات. مصنع نجاره او ورشه نجاره بتصنع كراسي وترابيزات، وجوه المصنع صرفنا كوست سميناها مانيفاكتشرنج كوست. يبقى مانيفاكتشرنج كوست هي الكوست انسايد ذا فاكتوري اللي جوه المصنع. صرفنا كوست عباره عن رحنا جبنا خشب 100 متر خشب، المتر ب 10 جنيه، طبعا هو المتر مش ب 10 جنيه، ده المتر دلوقتي ب 8000 جنيه، لكن ده مجرد مثال يعني. فجبنا 100 متر خشب المتر ب 10 دولار. وجبنا كاربنترز او نجارين يشتغلوا جوه المصنع، ما انت عشان تعمل كرسي او ترابيزه محتاج خشب، فرحت اشتريت خشب. ومحتاج نجار عمال هيصنعوا الخشب، يحولوه من خشب الى برودكت. فجبنا 40 ساعة عمل 40 اورز، ممكن تجيب خمس عمال كل واحد يشتغل 8 ساعات. يبقى في عددنا احنا ما بنعدش العمال، بنعد الاورز اللي اشتغلها العمال. فانت عندك 40 ساعة عمل 40 اورز، والكوست بتاع الساعة 25 دولار. والمصنع يبقى كده اشترى خشب وجاب عمال او نجارين، بس ما لازم يشتغل في مكان، فجاب الكتريسيتي كهرباء ب 800 جنيه، وجاب رنت للبيلدنج اللي هيشتغلوا فيه ب 700 جنيه، ودفع تاكس بروبرتي وشويه حاجات كده وتكاليف ميه ونور وتليفونات و 500 جنيه. اللي قدام حضرتك ده كوست اتكلفناها، اشترينا خشب، جبنا نجارين وادينا لهم سالاريز او ويجز، دفعنا كهرباء ودفعنا رنت ودفعنا تاكسز. افترض بقى معايا كده ان الكرسي بياخد 5 متر خشب وساعتين شغل. عايزين نحسب الكرسي تكلفته كام. يبقى الكوست اكاونتنج اول حاجه مهمه فيه احنا عايزين نحسب حاجه اسمها كوست اوف برودكشن، يعني المصنع اللي قدامنا ده لما ينتج منتج معين المنتج ده تكلفته كام. الكرسي لما نصنعوه يكلفني كام، الترابيزه لما نصنعها تكلفني كام، دي كوست. اللي لسه المانجر هيحط فوق الكوست ديت مارجن مكسب، وبعدين يحدد السيلز برايس بتاعه. جميل، طب يلا بينا. ايه ده بقى؟
ادي المصنع. خد خد راحتك معايا كده وناقشني لان الكلام هنا مهم قوي. ده الفاكتوري. الفاكتوري بيتعمل فيه بروسيسنج، بناخد الخشب مع الكاربنترز النجارين مع الفاسيلتيز اللي هي المايه والنور والتليفونات والرنت واعمل لهم بروسيسنج مع بعض فيطلعوا لي 20 كرسي و30 ترابيزه. عايز اعرف الكرسي بكام والترابيزه بكام. تقول لي ده هتعملها ازاي دي؟ هقول لك واحده واحده. احنا عايزين نحسب الكوست في 1 تشير اند 1 تيبل. تعال نقول بس الاول كده، نفترض ان احنا هنعمل كراسي بس مش هنعمل كراسي وترابيزات، ماشي؟ هننتج في المصنع ده كراسي بس مفيش ترابيزات اهي. هتقول لي ده العمليه سهله. سهله جدا. انت هتاخد الكوست اللي انت صرفتها اهي 100 متر خشب الواحد ب 10 جنيه يعملوا 1000 جنيه. يبقى انت اشتريت خشب ب 1000 جنيه. 40 نجار او 40 شغل نجار ب 40 ساعة في 25 دولار الساعة يعملوا 1000 جنيه. يبقى انت صارف خشب ب 1000 جنيه ونجارين ب 1000 جنيه و 800 الكتريستي و 700 رنت و 500 التاكسيز بتاعتك يعملوا كمان 2000 جنيه. يبقى مجموع اللي انت صرفته 1000 زائد 1000 زائد 2000 يعملوا 4000. يبقى المصنع صارف 4000 وطلع 20 كرسي، يبقى الكرسي بكام؟ هتقول لي سهلة. هناخد ال 4000 نقسمهم على 20 كرسي، يبقى الكرسي بتاعنا ب 200 جنيه. إيه ده بقى؟ ما هي اللعبة كده. أنت بتشوف الكوست اللي أنت صرفتها أهي ودخلتها جوه المصنع خشب ونجارين وشوية فاسيلتيز عملوا 4000 جنيه. صنعت بيهم 20 كرسي. يبقى الكرسي ب 200 جنيه. ده على افتراض طبعا ان كل كرسي ستاندر زي التاني تيبيكال يعني كلهم زي بعض بالظبط. بس هي يعني المشكله ان الشركات او المصانع او حتى الورش ما بتطلعش وان برودكت، ما بتنتجش منتج واحد. لو بتنتج منتج واحد يبقى ده الحل بتاعك، ده يسموه افريج. بياخد التوتال كوست يقسمها على النمبر اوف يونتس. توتال كوست 4000 دولار على عدد اليونتس بتاعتك 20، يبقى الكرسي ب 200 جنيه. لكن للاسف الواقع العملي بيقول ان احنا بننتج اكتر من منتج. انا عندي 20 كرسي و30 ترابيزه وصارفين الناحيه دي 4000 جنيه. يا شباب مين يقدر يقول لي الكرسي بكام والترابيزه بكام؟ ايه رايك؟ عايزين نعرف الكرسي يكلفني كام والترابيزه تكلفني كام. لازم نعرف الكرسي خد قد ايه ماتيريال. تمام. يعني ما ينفعش ناخد ال 4000 نقسموها على 50 على طول؟ لا. ليه لا؟ عشان ده خد خامات غير خامات. صح، برافو عليك. ده خد خشب غير الخشب ده. ده خد حتى ساعات شغل غير عدد ساعات الشغل ده. مختلفين عن بعض فما ينفعش الاثنين تديهم نفس الكوست. طب لو انا غلطت واديت لهم نفس الكوست الشركه دي تفلس. يعني لو قلنا ان الكرسي ب 20 جنيه والترابيزه ب 20 جنيه ده معناه انك انت غلطت في احتساب الكوست. لما تغلط في احتساب الكوست تغلط في احتساب السيلينج برايس. يعني هو السيلينج برايس بيزد على الكوست، يعني انت مكلفك 20 تكسب 5 فتبيعه ب 25. لو انت غلطت في ال 20 ديت يبقى السيلز برايس بتاعك طلع غلط، الشركه تفلس. يعني ارقام الكوست سو كريتيكال، صعبه جدا وخطره جدا، لانك لو حسبتها غلط تؤدي لان الشركه تفلس. طب دي نعملوها ازاي؟ قال لك عندنا شويه كوست ترمينولوجي لازم نفهمها. تعالى كده نركز فيها مع بعض. ادي المصنع يا شباب بيتعمل جواه بروسيسنج، بناخد الخشب وبناخد الويجز بتاع العمال وناخد شويه الفاسيلتيز ميه ونور وتليفونات وكهرباء ومعرفش ايه. ده يسموه انبوت. يبقى المصنع هيخش له من باب هنا انبوت، مدخلات. الانبوت دي كوست عباره عن اللي احنا قلناه. هنقسموهم ثلاث حاجات. هناخد حاجه اسمها ماتيريالز اللي هي الماده الخام اللي هنستخدمها وليكن هنا الخشب.
الليبرز وليكن هم النجارين وشويه ان دايركت كوست. ايه ده بقى؟ اصل الاثنين اللي فوق دولت يسموهم دايركت كوست. يبقى الكوست بقت هنا في بدايه كده نوعين. نوع دايركت يعني مرتبط ارتباط مباشر بالمنتج بالبرودكت. انت عندك طالع من هنا برودكت، يطلع لك كرسي، يطلع لك ترابيزه. حضرتك لو انتجت كرسي واحد والكرسي بياخد متر خشب، لو انتجت كرسي تجيب متر خشب، طب لو انتجت اتنين تجيب اتنين متر، طب لو انتجت 100 كرسي هتجيب 100 متر. فواضح كده ان الاثنين مرتبطين ارتباط مباشر، ده يزيد ده يزيد، ده يقل ده يقل. ما تنتجش كراسي خالص ما بتجيبش خشب خالص. فيقول لك يبقوا الاثنين مرتبطين ببعض ارتباط مباشر فيسموها دايركت ماتيريال. يعني الماتيريال ديت دايركتلي ريليتد بالبرودكشن، الانتاج يزيد هي تزيد، الانتاج يقل هي تقل. كذلك العمال، الكرسي بياخد ساعتين 2 hours. حضرتك لو حبيت تعمل كرسيين ياخدوا 4 ساعات، لو حبيت تعمل 100 كرسي ياخدوا 200 ساعة. عشان كده يسموها دايركت ليبر. دايركت ليبر يعني دايركتلي ريليتد بالبرودكشن. كل ما الانتاج يزيد كل ما تجيب عمال يشتغلوا اكتر، يشتغلوا ساعات اكتر. جميل. يبقى في نوع من الكوست مرتبط ارتباط مباشر بالبرودكشن او بالكوست اوبجكت بتاعك اللي انت بتقيس تكلفته. ما احنا قلنا الحاجه اللي بنقيس لها تكلفه اسمها كوست اوبجكت. فاللي مرتبط بالكوست اوبجكت بتاعك اسمه دايركت كوست. طب ركز كده، هندفع رنت، نقول مثلا هندفع رنت 700 جنيه. المصنع اللي قدام حضرتك ده بيدفع له ايجار 700 جنيه. حضرتك انتجت كرسي واحد، تدفع ايجار كام؟ تقول لي 700 جنيه. طب لو انتجنا 100 كرسي تدفع ايجار كام؟ تقول لي 700 جنيه. ايه ده؟ يعني الرنت مش مرتبط ارتباط مباشر بعدد اليونتس اللي انت انتجتها. انتجت كتير، انتجت شويه، انت عارف حتى لو ما انتجتش خالص هتدفع ايجار المصنع. يعني لو عندي مصنع بياخد مني في الشهر 700 جنيه ايجار، وجيت في شهر ما فيش شغل ما انتجتش، هدفع ايجار ولا اقول للراجل صاحب الورشه معلش يا حاج اصل الشهر ده ما اشتغلناش؟ هقول له انا مالي يا ابني، انت مأجر مني بالشهر، تشتغل كتير تشتغل شويه ما تشتغلش حاجه تخصك، انا باخد منك في الشهر 700 جنيه. فيسموها ان دايركت كوست. يبقى في كوست دايركتلي ريليتد بالبرودكشن وفي كوست ان دايركت ريليتد بالبرودكشن فيسموها ان دايركت كوست. حلو قوي. طب تعالى كده، تعالى نسموا الان دايركت كوست الكتير دي اوفر هيد. ده اكسبريشن عندنا في الاكاونتنج، معناه لو حد سالك يعني ايه اوفر هيد قول له هي الان دايركت كوست، او بتعريف تاني هي الكوست اللي جوه المصنع ما عدا اتنين، دايركت ليبر ودايركت ماتيريال. ركز بقى معايا شويه، بتاع المانجيريال اكاونتنج ربنا خلقه باتيتيود اسمه تكبير الدماغ، وده مش اختراع محمد جابر، مش انا اللي مخترعه، ده اتيتيود لازم كل واحد بيتعلم مانجيريال اكاونتنج يتعلمه. الراجل اللي شغال مانجيريال اكاونتنج بيحب يكبر دماغه. يعني لما تيجي تسال بتاع الفاينانشال اكاونتنج تقول له هي الاسيتس تساوي كام؟ فيقول لك انا عندي كاش وعندي اكونتس ريسيفابل وعندي نوتس ريسيفابل وعندي وعندي وبيلدنج ولاند وكيم مجموعهم 100,000. ده عمل ايه؟ خد كل ايتم لوحده وقام جامعهم مع بعض بدقه وطلع لك ال 100,000. طب لما تيجي تسال بتاع المانجيريال اكونتنج هي الاوفر هيد تساوي كام؟ هقول لك سهله، ناخد الباور ونجمعه 10,000، الكتريسيتي 30,000، الرنت 7,000، التاكس 3,000، يقوم جامعهم. لا، لو عمل كده ما يبقاش راجل بتاع مانجيريال. ده بص يعمل ايه؟
يقولك هو المصنع كله صرف كام؟ صرف 100,000 جنيه، في ماتيريال 30,000، في ليبر 30,000. يقولك يبقى الاوفر هيد 100 ناقص 60 ب40,000. ايه ده؟ واحدة واحدة كده شباب عشان نفهم الفرق في التفكير بتاع الفاينانشال. ياخد كل ايتم من دولت ويجمعه لوحده 10 و10 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 فيطلع 40. بتاع المانيجيريال يفكر بطريقة مختلفة، ما ياخدش الايتمز دي يحسبها، ده ياخد كل المصنع يقولك المصنع صارف 100 منهم 30 ماتيريال و30 ليبر، يبقى الاوفر هيد 40. وصل لنفس الرقم بس طريقه التفكير مختلفه. اهو احنا عايزين نتعلم ازاي نكبر دماغنا واحنا بنحسب، ده اللي هنتعلموه. لا مش فاهم منك حاجه دكتور، الكلام بقى صعب. معلش واحده واحده كده، انا حطيت في دماغك بس دلوقتي معلومه ان الراجل بتاع المانيجير ده بيحب يكبر دماغه. فهو عنده ثلاث انواع من الكوست، واحدة اسمها دايركت ماتيريال، ده الخشب اللي هيدخل جوه المنتج. دايركت ليبر، ده النجارين اللي هيصنعوا المنتج. وقام واخد كل الاندايركت كوست جمعهم على بعض وسماهم اسم واحد اوفر هيد، ده كبر دماغه. بدل ما يقول الباور لوحده والالكتريستي لوحدها والرنت لوحده والتاكس لوحده، دول حاجات كتيرة قوي. قال لك لا، كل الكوست اللي في المصنع ما عدا الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر هسميها اسم واحد، هسميها اوفر هيد. جميل. يبقى لو حد سالني هو التوتال انبوت كوست، اقول له ثلاث حاجات: دايركت ماتيريال، دايركت ليبر، واوفر هيد. مجموعهم لو جمعتهم على بعض يطلعوا توتال انبوت كوست. العمليه بتاعت التجميع دي يسموها كوست اكيوميليشن، تجميع التكاليف، كوست اكيوميليشن. يبقى انت عشان تدخل الكوست جوه المصنع وتاخد الانبوت تجمعهم على بعض، كانك بتعمل لهم سكويز، تجمعهم كده وتحشرهم من الباب ده. فبتجمع وتقول الباب دوت دخل منه ثلاث حاجات: دايركت ماتيريال، دايركت ليبر، اوفر هيد. الثلاثه مع بعض اسمهم توتال انبوت كوست. يخشوا جوه المصنع يتعمل لهم بروسيسنج، يطلع لي من الباب الثاني اوتبوت. طب الاوتبوت بتاعنا ايه يا شباب؟ الانبوت ثلاث حاجات: دايركت ماتيريال، دايركت ليبر، واوفر هيد. امال الاوتبوت يبقى ايه؟ ها؟ برودكت بقى. صح. عندك كام برودكت هنا؟ عندك اثنين. عندك الكراسي والترابيزات. دولت التوتال اوتبوت. احنا عايزين نحسب الكوست بتاعتهم. اول معلومه عندك في الاكاونتنج بتقول ان التوتال انبوت كوست ماست ايكوال توتال اوتبوت كوست. يعني تدخل من هنا 1000 جنيه يطلعوا من هنا 1000 جنيه. صرفت خشب ونجارين واوفر هيد 1000 جنيه، يبقى الانتاج اللي طلع مكلفك 1000 جنيه. جميل. بس هي المشكله بتاعتك ايه؟ هي الكراسي لوحدها اتكلفت كام والترابيزات لوحدها اتكلفت كام؟ انا اعرف ان الاثنين على بعض متكلفين 1000. انا عايز اطلع ده لوحده وده لوحده. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان الكرسي بياخد خشب غير الترابيزه، الكرسي بياخد عدد ساعات نجارين غير عدد ساعات الترابيزه، فما ينفعش الاثنين نفس الكوست. عشان كده احنا بنعمل حاجه اسمها كوست اساينمنت. خلي بالك دي ترمينولوجي، يعني احنا بنحدد قدام عينينا دلوقتي مجموعه ترمينولوجي. عرفنا ان في انبوت وفي اوتبوت. الانبوت اللي بيخش المصنع، الاوتبوت اللي بيخرج من المصنع. اللي هيدخل المصنع هنعمل له اكيوميليشن، يعني نجمعه. وهنجمع ثلاث حاجات: دايركت ماتيريال، دايركت ليبر، واوفر هيد. والاوفر هيد هي كل الاندايركت كوست، او اكشوال هي كل الكوست اللي في المصنع ما عدا الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر. مجموع الثلاثه دولت لما اعمل لهم كوست اكيوميليشن اسمها توتال انبوت كوست. دي ترمينولوجيا بقى. لو حد سالني يعني ايه دايركت ماتيريال، اقول له ده الماده الخام اللي داخله في انتاج المنتج. يعني ايه دايركت ليبر، العمال اللي صنعوا المنتج. الاوفر هيد هي كل التكاليف ما عدا الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر. هجمعهم على بعض يبقى اعمل لهم اكيوميليشن. لما يخش جوه المصنع يتفردوا بقى مع بعض، الماتيريال مع الخشب مع العمال مع الاوفر هيد، يتعمل لهم بروسيسنج فيطلعوا لك منتجات: كراسي وترابيزات. اللي طلع من هنا ده قد اللي دخل هنا.
على افتراض ان مفيش انفنتوري يعني كل اللي دخل استخدمناه. ركز بقى، انت عندك الكوست هنا نوعين، دايركت وان دايركت. يبقى الكوست اللي دخلت هنا نوعين، نوع دايركت يعني مرتبط ارتباط مباشر بالبرودكشن، والتاني ان دايركت. طب سؤال، هو سموه دايركت ليه؟ قصده دايركت ريليتد بالكوست اوبجكت. انا قلت لك الكرسي ده، تعرف تقول لي الكرسي ياخد خشب بالملي بالظبط قد ايه؟ هتقول لي سهله جدا، اقعد اقيس الخشبه دي واقيس الخشبه دي واقيس الخشبه دي واقيس دي على الرسم، حتى مش لازم اصنعه، واقول لك اللي ياخد خشب 2 متر. طب تقدر تقول لي الكرسي ياخد وقت قد ايه تصنيع؟ اقول لك اه الكرسي بياخد ساعتين. طب تقدر تقول لي الخشب ياخد قد ايه من الكهرباء من اللمبه اللي منوره فوقينا دلوقتي في المصنع؟ ايه دي صعبه جدا، صعب مرتبط ارتباط وثيقي بالظبط زي الرنت كده. اما اقول لك نصيب الكرسي قد ايه من الرنت، هتقول لي مش عارف، اصل انا ممكن انتج كرسي واحد وادفع نفس الرنت، انتج 100 كرسي وادفع ذا سيم رنت، فهم مش مرتبطين ببعض، فمش قادر اجيب علاقه. عشان كده سميناها اندايركت. يبقى الحاجات اللي مرتبطه ارتباط مباشر بالكوست اوبجكت اللي انت هتحسب تكلفته يسموها دايركت، مش مرتبطه ارتباط مباشر يسموها اندايركت. حلو قوي، اهو اللي هتبقى حاجاتك الدايركت دي يطلعوا اتنين، دايركت ماتيريال ودايركت ليبر. هنعمل له حاجه اسمها تريسنج. بقول له يعني ايه تريسنج؟ قال لي مش انا قلت لك من شويه الكرسي ياخد 2 متر خشب وياخد ساعتين ليبر؟ اه ما هي دي تريسنج. تريسنج يعني تتبع، يعني اقدر احدد بالملي هو خد ماتيريال قد ايه وخد ليبر قد ايه. يعني ترابيزه سفره، لوح الازاز اللي عليها، تقدر تقول لي تكلفته كام؟ اه طبعا، ما هو مقاسه 2 متر في متر، هقول لك تكلفته كام. لكن ترابيزه السفره بتاخد قد ايه من النور اللي منور في الصالون؟ صعبه. يبقى الحاجات اللي انا اقدر اعمل لها تريسنج واتتبعها واحدد بالملي استخدمت منها قد ايه تبقى حاجات دايركت. يبقى الدايركت كوست كان بي تريست، اقدر اتتبعها واحددها بالملي، احددها بالملي. طب والحاجات الثانيه اللي هي الاوفر هيد، تقدر تقول لي المنتج خد منها قد ايه؟ لا ما اقدرش. طب ليه ما تقدرش؟ اصلها اندايركت. طب نعمل لها ايه؟ قال لي كبر دماغك. يعني ايه كبر دماغك؟ اعمل لها اللوكيتنج. لا مش فاهم. طب تعالى بقى واحده واحده كده بعد اذنكم هحكي لكم حكايه، وعايز بعد اذن حضرتك تركز معايا. هنعمل كرسي، هنصنع كرسي في المصنع. الكرسي ده بياخد خشب، بياخد ليبر، ليبر يعني نجارين او عمال، وبياخد حاجات تانية. الخشب والنجارين دول حاجات دايركت. يعني ايه دايركت؟ يعني كل ما تنتج كراسي اكتر تشتري خشب اكتر، كل ما تنتج كراسي اكتر تدفع اجور للعمال اكتر. حلو قوي. طب الخشب ده بياخد جلو ولا ما بياخدش يا شباب؟ جلو يعني غيره. كرسي ياخد غيره ولا ما ياخدش؟ بياخد غيره صح؟ عشان تصنع كرسي خشب بتستخدم غيره. الغيره دي دايركت ولا اندايركت؟ يعني كل ما تنتج كراسي اكتر تشتري غيره اكتر ولا لا؟ ها؟ دايركت بس كان بي تريس دي. هي كان بي تريست بس هتبقى العمليه التريسنج صعبه شويه. هقول لك ازاي. هو انت عشان تقدر تقول لي الكرسي ده بياخد غيره قد ايه والترابيزه دي بتاخد غيره قد ايه، عمليه سهله. هنجيب موظف اهو وندي له دوره تدريبيه، نعلمه يعني، نقول له حضرتك شغلتك تقف هنا وقدامك برميل غيره. اصل الشركه لما بتشتري الغيره بتشتريها بالبرميل، ما بتجيبش عبوه لكل كرسي. فالبرميل الغيره ده حضرتك معاك ميزان هيجي لك ومعاك دفتر، هيجي لك الكاربنتر النجار يقول لك لو سمحت اديني شويه غيره اعمل بيهم الكرسي. حضرتك كموظف
تكتب في الدفتر تقول له اسمك ايه؟ يقول لك اسم احمد. شغال على الكرسي رقم كام؟ يقول لك الكرسي 101. اوزن له الغيره واكتب حبه الغيره اللي ياخده. فوزننا له غيره وقلنا له 300 جرام. يبقى النجار اسمه احمد، شغال على الكرسي 101، خد 300 جرام. احمد راح اشتغل على الكرسي، الغيره ما كفتش، فرجع تاني للحاج الموظف ده وقال له يا حاج لو سمحت انا عايز شويه غيره كمان. قال له مش لسه مديك؟ قال له معلش كمان شويه، ما كفوش. قال له اسمك ايه؟ قال له احمد. شغال على الكرسي كام؟ قال له الكرسي 101. قام وازن له 100 جرام. قال له يبقى انت وصل لك 300 ودلوقتي 100 يبقوا كام؟ قال له 400. النجار احمد راح يخلص الكرسي، فضل منه شويه غيره، يرميهم على الارض ولا يرجعهم؟ يرجعهم. قام راجع للحاج الموظف، قال له يا حاج معلش فضل مني شويه غيره. قال له يا ابني ما انت لسه قلت لي محتاج وخدته. قال له معلش يا حاج فضل مني شويه، خدهم. قال له اسمك ايه؟ قال له اسم احمد. شغال على الكرسي كام؟ كرسي 101. فاضل منك كام؟ قال له 50 جرام. وزنهم. قال له تعالى بقى. يبقى الكرسي 101 ده خد غيره بكام؟ قال لك انت خدت 300 وبعدين خدت 100 ورجعت لنا 50، يبقى خدت 350 جرام غيره ب 2 جنيه. ايه؟ اما الغيره دي رخيصه ب 2 جنيه. ال 350 جرام غيره ب 2 جنيه. فواحد معدي كده قال لي اللي انت بتعمله ده؟ قلت له انا بعمل تريسنج للجلو، يعني بحدد بالملي الكرسي خد غيره قد ايه. قال لي انت هبل؟ قلت له بس غلط يا حاج، في ايه يا عم؟ قال لي يا ابني انت جايب موظف بتدي له سالري وجايب له دفتر وجايب له ميزان، والراجل النجار بياخد في الساعه 25 دولار رايح جاي رايح جاي ثلاث مرات، عشان في الاخر تقول له انك خدت غيره ب 2 جنيه. قلت له ما انا عايز اعمل تريسنج، اصل دي حاجه دايركت. قال لي كبر دماغك. قلت له يعني اعمل ايه؟ قال لي برميل الغيره انتوا شارينه بكام؟ قلت له ب 100 جنيه. قال لي تقريبا يعمل كام كرسي؟ قلت له 50 كرسي. قال لي يبقى الكرسي ب 2 جنيه. ايه؟ لا تاني كده معلش، الراجل ده دماغه حلوه قوي، ده مكبر دماغه. قال لي بدال الدوخه اللي انت عاملها وموظف ويوزن ويكتب في الدفتر ونجار يروح ونجار يجي، كبر دماغه. هو برميل الغيره ب 100 جنيه تقريبا يعمل كام كرسي؟ قلت له 50. خلي بالك ان كل كرسي مش هياخد قد التاني، يعني واحد ياخد ب 2 جنيه، واحد ياخد ب 190، واحد ياخد ب 195، مش قد بعض ده غيره. فالراجل عمل ايه؟ خد ال 100 قسمها على عدد الكراسي، قال لك يبقى الكرسي تكلفته 2 جنيه. اهو اللي عمله ده اسمه اللوكيتنج مش تريسنج. التريسنج انك تجيب موظف يعرف بالظبط خدنا غيره قد ايه، يحدد بالملي كل كرسي خد غيره قد ايه. دي عمليه صعبه جدا ومكلفه، عايزه وقت وعايزه مجهود وعايزه فلوس. قال لك كبر دماغك اعمل اللوكيتنج. اللوكيتنج يعني ايه؟ يعني خد الكوست اقسمها على عدد اليونتس يطلع لك الواحده بكام. طب اديك مثال تاني. تخيل معايا ان احنا عندنا دور في الشركة، دور في الشركة في غرف كده، في اوض، اوضة 2 3 4 5 اوض. عايز اعرف كل اوضة بتاخد الكتريسيتي كهرباء قد ايه. عايزين نعرف لو اردنا دي كلاسز بنعمل فيها دورات تدريبية، فانا عايز اعرف كل دورة تدريبية خدت كهرباء قد ايه. قال لك والله سهلة، احنا نجيب اسلاك ونركب على كل باب عداد اللي هو الميتر، كل باب كده نحط عليه ميتر، ونجيب موظف اول النهار يقرا الميتر كان كام 100، ويجي اخر النهار يقرا كان 150، يبقى الاوضه دي عامله كهرباء 50 جنيه، وديت عامله ب 30 جنيه، ودي عامله ب 40 جنيه، وهكذا. كده يبقى انت عامل تريسنج. طب واحد تقول لك ما تكبر دماغك،
طب يكبر دماغه يعمل ايه؟ يقول لك هركب انا عندي عداد واحد لكل الدور، عداد واحد مش لكل اوضه، عداد عداد واحد، واقول العداد ده مطلع لي في اليوم ب 200 جنيه كهرباء، وعندي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمس اوض، يبقى 200 على خمس اوض، يبقى الاوضه تاخد كهرباء ب 40 جنيه. يبقى الالوكيتنج فيه تكبير دماغ بس ما فيهوش اكيورسي. ما هو في اوضه خدت ب 30 واوضه خدت ب 50 واوضه خدت ب 40. انا افترضت ان كلهم خدوا قد بعض ب 40، ليه؟ قال لك لان الفرق ما يستاهلش المجهود. عندنا حاجه اسمها الكوست بينيفيت. يعني لو قلت لحضرتك، حضرتك لو جيت اسكندريه هدي لك 50 جنيه. تيجي ولا ما تجيش؟ هتقول لي ده انا عشان اسيب شغلي واركب القطر واجي اسكندريه هتكلف 200 جنيه. ادفع 200 جنيه عشان اخد 50؟ لا طبعا مش جاي. هي دي فكره الكوست بينيفيت. اذا كانت الاكيورسي مكلفه، اذا كان التريسنج مكلف بياخد ايفورت وتايم وماني اكتر من البينيفيت اللي هتيجي منه، ما تعملوش. كبر دماغك واعمل اللوكيتنج، مع انها حاجات دايركت، انت كبر دماغك واعتبرها ان دايركت. يبقى عشان كده يا شباب احنا افترضنا ان حاجتين اتنين بس هما اللي دايركت، الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر. في حاجات جوه الان دايركت دي هي حاجات دايركت، يعني الباور، الباور بتاع المكن، كل ما تشغل المكن اكتر كل ما ياخد باور اكتر. اه طبعا، كل ما تنتج انتاج اكتر تشغل المكن اكتر ياخد باور اكتر. بس كبرت دماغي واعتبرتها اندايركت كوست. يعني ايه اندايركت؟ يعني اوفر هيد، يعني اعمل لها ايه؟ يعني اعمل لها اللوكيشن. يبقى الحاجات الدايركت المحدده اعمل لها تريسنج، دايركت ماتيريال ودايركت ليبر اونلي. اي حاجه ثانيه غير الاثنين دولت كبر دماغك وحطهم على بعض وسميهم اوفر هيد، واعمل لهم ايه؟ اعمل لهم اللوكيشن. جميل. يعني معنى الكلام ده يا شباب، تعال نفهم بالراحه برضو تاني. يبقى انت دلوقتي عندك نوعين من التعامل مع الكوست، يا تشتغل مع انبوت، ولما تشتغل مع انبوت تعمل لها اكيوميليشن. يبقى لو حد سالك هي الكوست اكيوميليشن بتتعمل لمين، يعني تجميع التكاليف بتجمعها امتى، وبقول له انا بدخلها المصنع. يبقى الكوست في الانبوت يتعمل لها اكيوميليشن. يعني ايه اكيوميليشن؟ يعني اجمعها على بعض. هتجمع كام حاجه؟ هم ثلاث حاجات. ايه هم؟ دايركت ماتيريال ودايركت ليبر، والحاجه الثالثه دي حاجات كتيره، حاجات كتيره بجمعهم على بعض واسميها اوفر هيد. الام دي معناها مانيفاكتشرنج، مانيفاكتشرنج اوفر هيد يعني تكاليف صناعيه، مانيفاكتشرنج اوفر هيد. يبقى انت لما بتيجي عند الانبوت بتجمع ثلاث حاجات على بعض، دايركت ماتيريال ودايركت ليبر واوفر هيد، وتعمل لهم اكيوميليشن. طب وهم خارجين من المصنع، يبقى انت بتعمل للاوتبوت. الاوتبوت تعمل حاجه اسمها اساينمنت، يسموها بالعربي تخصيص التكاليف. كانك بتقول قد ايه من التكاليف دي تخص البرودكت ده وقد ايه تخص البرودكت ده، يسموه الاساينمنت. اساينمنت انك تاخد التكاليف اللي عندك وتقسمها حتتين، تقول ده نصيبه كام وده نصيبه كام. طب ازاي اعمل الاساينمنت؟ قال لك بحاجتين. ايه هما؟ حاجه اسمها ها تريسنج، وحاجه اسمها اللوكيتنج. هتعمل تريسنج لمين؟ للحاجات الدايركت. يبقى الاثنين الدايركت يتعمل لهم تريسنج، والاوفر هيد يتعمل لها اللوكيتنج. دي شويه ترمينولوجي مهمه جدا، انك تبقى عارف ان الكوست وانا بتعامل معاها از انبوت بعمل لها اكيوميليشن، بجمعها على بعض، ولما بجمعها بجمع ثلاث حاجات، دايركت ماتيريال دايركت ليبر واوفر هيد، وانا بطلعها من المصنع بقيس تكلفه الانتاج الكوست اوف برودكشن، بعمل حاجه اسمها كوست اساينمنت. كوست اساينمنت معناه حاجتين، بيتعمل بطريقتين، بتريسنج واللوكيتنج. التريسنج للحاجات الواضحه دايركت ريليتد بالبرودكشن، اللي هي الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر، احدد بالظبط بالملي خد قد ايه ماتيريال خد قد ايه ليبر. طب والحاجات اللي ما تقدرش تحددها بالظبط او صعبه التحديد او مكلفه التحديد؟ قال لك لا، كبر دماغك واعمل لها ايه؟ اللوكيتنج. جميل. تاني اهو، يبقى فور انبوت بنعمله كوست اكيوميليشن. تعال بص بقى كده، يقول لك الدايركت ماتيريال 100 متر في 10 يعملوا 1000 جنيه.
انا بجمع اهو دايركت ليبر 40 ساعة في 25 يعملوا 1000 جنيه. الاندايركت مانيفاكتشرنج كوست اللي هي اسمها الاوفر هيد اللي هي 800 وال 700 وال 500 ب 2000 جنيه، يبقى التوتال انبوت بتاعتي 4000. يبقى انا كده خدت الانبوت عملت له اكيوميليشن. الستيب نمبر 2 ان انا هعمل كوست اساينمنت، عايز اعرف الكرسي بقى ياخد كام. قال لك الكرسي ياخد 5 متر خشب وياخد ساعتين. فتقول له 5 متر خشب المتر ب 10 جنيه يبقى ياخد 50 جنيه خشب دايركت ماتيريال، وساعتين في 25 ياخد 50 جنيه ليبر، يبقى يكلفني دايركت كوست 100. اهديه تريسنج حددتها بالملي، خد اجور قد ايه وخد ليبر وعمال قد ايه. لكن لما جيت على الباقي قلت نصيبه بقى، نصيبه اللوكيتنج، وزعت له 100 جنيه. وزعوها ازاي؟ دي لها طرق، دي في ميثود، يعني المساله مش مساله عشوائيه، في ميثود فور اللوكيشن. ولما حد منكم يحب يقرا في الموضوع ده بيسموها الكوست اللوكيشن ميثود، ازاي اوزع الاوفر هيد. ودي عمليه مش سهله لكن في طرق احنا بالنسبه لنا نعرف ان بيتعمل لها اللوكيشن بطريقه ما ب 100 جنيه. طب معنى كده يبقى الكرسي ده يتكلف كام؟ قال لك يبقى الكرسي يتكلف 200 جنيه. حته عارفها بالملي عامل لها تريسنج، وحته متوزع له اللوكيتنج 100 جنيه، يبقى التوتال كوست بتاعته 200 جنيه. دي شويه ترمينولوجي، مش مطلوب منك في المرحله ديت انك تعرف تحسب الكوست، مطلوب منك انك تفهم معنى كلمه كوست اكيوميليشن يعني ايه. انها ثلاث حاجات، دايركت ماتيريال، دايركت ليبر، اوفر هيد. ان الكوست اساينمنت معناها تحديد المنتج النهائي الفاينل برودكت بتاعي، بعمله بطريقتين، بعمله عن طريق التريسنج وعن طريق الالوكيتنج. طب تعالى بقى كده نخش في الحته الصعبه شويه دي. انا هفرق ازاي الدايركت كوست مع الاندايركت كوست؟ هفرقهم عن بعض ازاي؟ بالمعيار اهو، في رول بيقول لك كان يو ايزلي، شايف كلمه ايزلي دي يعني بايه؟ ببساطه، بهدوء، بالراحه كده، بدون مشاكل، ايزلي ببساطه. تريس ذا كوست اند ديتيرمين ذا كوست اوبجكت شير، وتعرف نصيب الكوست اوبجكت، الحاجه اللي انت بتسلاها كوست، الكرسي او الترابيزه. تقدر تعمل تريسنج ايزلي ولا ما تقدرش؟ لو تقدر يسموها دايركت كوست. يبقى الدايركت كوست هي الكوست ذات كان بي تريسد ذا كوست اوبجكت، زي الخشب في الفرنيتشر، زي الساعات بتاعت النجارين. طب لو ما اقدرش، ذا كوست كانت بي تريسد ايزلي تو كوست اوبجكت، يبقى انت هتعمل لها في الحاله دي اللوكيشن، زي الجلو، زي النيلز، المسامير الصغيره اللي انت بتعمل بيها الكرسي. هل هتعد المسامير بتاعت الكرسي؟ يا عم كبر دماغك، احنا بنجيب المسامير بالكيلو وبنقول والله جبنا 10 كيلو مسامير ب 100 جنيه، عملنا بيهم 100 كرسي، يبقى الكرسي خد مسامير بجنيه. زي الالكتريسيتي، زي الديبريشيشن، الحاجات دي بنسميها اندايركت كوست لانها صعب تعمل لها تريسنج. خلي بالك انا ممكن اعمل لها تريسنج بس مكلفه تايم وايفورت وماني. ما دام مكلفه اكتر من البينفيت بتاعتها كبر دماغك واعمل لها اللوكيشن. بس الكلام ده محتاج نفهم منه شويه. الكلاسيفيكيشن ده خطر ليه؟ اصل الكلاسيفيكيشن ان الكوست دايركت او اندايركت ديبينس على الكوست اوبجكت بتاعك، معتمد على الحاجه اللي بتحسب لها كوست، ودي لما بتيجي في الامتحان كله بيغلط فيها، فمحتاجين نفهمها كويس قوي. حاجه اسالك سؤال، عندي مانجر بياخد سالري 1000 جنيه، دي دايركت كوست ولا اندايركت كوست؟ المانجر سالري 1000 جنيه دايركت كوست ولا اندايركت؟ اندايركت. طب حضرتك قلت اندايركت ليه؟ هي بالنسبه لايه بس؟ الله ينور عليك، انت افترضت انها دايركت او اندايركت لان جاب بالك البرودكشن، حجم الانتاج، فقلت ان المدير هياخد مرتب سواء انتجنا كتير وانتجنا شويه، فما اندايركت. لكن هي الفكره مش كده، هي الفكره ديبينس على الكوست اوبجكت بتاعتك. يعني معنى لو انا بتكلم فعلا على برودكشن، يعني نمبر اوف يونتس بروديوست، بقى اندايركت. ان حضرتك المدير هياخد 1000 جنيه سواء انتجت كتير او انتجت شويه، فبقى اندايركت. طب ايه رايك لو كان الراجل ده كوست اوف مينتنانس مانجر، قسم الصيانه، مدير قسم الصيانه،
بياخد 1000 جنيه وعايزين نقيس كوست اوف مينتنانس ديبارتمنت قسم الصيانه يتكلف كام؟ هل ده دايركت ولا اندايركت؟ دايركت. لانك انت لو ديبارتمنت دوت لغيته قلت انا مش هعمل قسم الصيانه جوه الشركه هجيب الصيانه من بره. طب لما نلغي قسم المينتنس نعمل ايه في المدير بتاع قسم المينتنس؟ دول متشكرين يا حاج المعلم بيصبح عليك يقول لك ما تجيش بكره. يبقى الاثنين مرتبطين ببعض، مدير قسم الصيانه مرتبط بقسم الصيانه فبقى دايركت كوست. فتخيل كده معايا اكزامبل اهو، كوست اوف مينتنس وركرز عمال قسم الصيانه دول دايركت كوست للمينتنس ديبارتمنت، صح؟ كل ما القسم الصيانه يكبر نجيب له عمال صيانه اكتر. كل ما عمال الصيانه يشتغلوا اكتر كل ما تكلفه الصيانه تكتر. طب ايه رايك لو انا عندي قسم صيانه وبقيس علاقه المينتنس وركر كوست بالبرودكشن ديبارتمنت، مرتبطين ببعض ولا مش مرتبطين؟ قال لي مش مرتبطين، قال لي باين دايركت. عشان كده يا شباب الكوست نفسها ممكن تبقى دايركت كوست، كود بي دايركت كوست فور كوست اوبجكت معين، وتبقى نفس الكوست ذا سيم كوست كود بي اندايركت كوست لو غيرنا الكوست اوبجكت فور اذر كوست اوبجكت. ودي هي الخطوره، انك انت دايما بيجي ببالك ان احنا بنقيس دايركت واندايركت على عدد البرودكشن يونتس، لا هو على حسب الحاجه اللي بتقيس لها تكلفه. حط الكوست وحط الحاجه اللي بتقيس لها تكلفه واسالهم انتوا مرتبطين ببعض ولا مش مرتبطين؟ يعني مينتنس وركرز مع مينتنس ديبارتمنت مرتبطين، طب مينتنس وركر مع برودكشن ديبارتمنت مش مرتبطين، يبقى نفس الكوست ذا سيم كوست كود بي دايركت وكود بي اندايركت ديبندس على حاجه اسمها الكوست ايه؟ اوبجكت. اوعى تنساها دي. في كمان نوت مهمه قوي، انت لما بتيجي تعمل كلاسيفيكيشن دايركت او اندايركت ده افكتد ب 3 اليمنتس، في ثلاث حاجات ياثروا عليك ويخلوك تقول الحاجه دي دايركت ولا اندايركت. اول حاجه الماتيرياليتي اوف ذا كوست، كل ما الكوست كبرت يبقى تعمل لها تريسنج احسن. كل ما الكوست قيمتها تصغر الفاليو اوف كوست تصغر كبر دماغك واعملها اندايركت. اصل خلي بالك الفرق بين الدايركت والاندايركت ان الدايركت معمول لها تريسنج يعني محدده بالملي، لكن الاندايركت انت عامل لها اللوكيشن فمش مظبوطه 100% ما فيهاش اكيورسي. فلو كان الرقم كبير وعملته اندايركت هتغلط غلطه كبيره، انما لو كان 5 جنيه و3 جنيه و2 جنيه يا عم كبر دماغك ما تستاهلش وجع الدماغ، اعملها اندايركت. يبقى الماتيرياليتي بتاثر معاك، كل ما الاماونت يبقى ماتيريال يعني مهم يعني كبير لا يبقى اعمل له تريسنج. طب لو كان الرقم اماتيريال، اماتيريال يعني غير مهم اعمل له اندايركت كوست. الافيلابيلتي اوف تكنولوجي تو جذر الانفورميشن اباوت ذا كوست، فاكر من دقيقتين لما قلت لك انا عندي دور وفي اربع اوض وعندي عداد بقيس بيه الكهرباء الميتر ده، ايه رايك لو المصنع متصمم او الاوفيس بيلدينج متصمم ان كل اوضه لها عداد كهرباء؟ طب ما خلاص ده في افيلابيلتي اوف تكنولوجي، يبقى انا اقدر احدد كل اوضه بتاخد كهرباء قد ايه. يبقى لو التكنولوجي موجوده متركبه ما فيهاش مجهود متاحه استخدمها واعمل بيها تريسنج، لكن ما عندكش افيلابيلتي للتكنولوجي، ما عندكش عداد لكل اوضه وهتجيب اسلاك وهتجيب عدادات وجع دماغ كبر دماغك واعملها اندايركت. يبقى الافيلابيلتي اوف تكنولوجي تخليك تعمل تريسنج اكتر ما تعمل اللوكيشن. كمان الديزاين اوف ذا اوبريشن، عمليه التصنيع نفسها. اديك مثال وليكن مش صحيح 100% بس عشان تفهم منه الفكره. فاكر الكرسي اللي كان بياخد غيرها؟ ايه رايك لو كل كرسي بنجيب له عبوه غيرها ب 3 جنيه؟ يعني كل كرسي بنجيب له عبوه. في الحاله ديت انت مصمم الكرسي انه بياخد عبوه ب 3 جنيه بقت تريسنج كده. لكن لو انت بتجيب الغيره من برميل وبتاخد منه كل واحد شويه في الحاله دي كبر دماغك واعملها ها اندايركت. يبقى في ثلاث حاجات بيأثروا على
الدايركت والان دايركت كلاسيفيكيشن. الماتيرياليتي كل ما كان يكبر الكوست اعملها دايركت واعمل لها تريسنج. الافيلابيليتي اوف تكنولوجي لو في افيلابيليتي اوف تكنولوجي اعمل تريسنج. الديزاين اوف اوبريشن ياثر على تصميم المنتج نفسه او العمليه التصنيعيه نفسها تاثر لك على دايركت وان دايركت. طب تعالى بالراحه كده، هو اللي قدامنا الثلاث حاجات دول دايركت ماتيريال ودايركت ليبر اوفرد اسمهم الحقيقي ايه؟ اسمهم مانيفاكتشرنج كوست. يبقى المانيفاكتشرنج كوست هي ثلاث حاجات، دايركت ماتيريال ده الخشب اللي داخل جوه البرودكت، دايركت ليبر ده العمال الاوفر هيد. سموها ليه مانيفاكتشرنج؟ لانها داخل المصنع، يسموها تكاليف صناعيه مانيفاكتشرنج كوست، لان التكاليف اللي قدامك دي هي عشان تصنع بيها البرودكت. يبقى عشان تو برودوس البرودكت تو مانيفاكتشر البرودكت بتاخد ثلاث انواع من الكوست، دايركت ماتيريال دايركت ليبر اوفر هيد. وطبعا فهمنا ان كلمه اوفر هيد يعني ايه دايركت كوست، الاثنين بنفس المعنى. الدايركت ماتيريال هي الرو ماتيريالز ذات بيكام انتجرال بارت اوف ذا برودكت وكان بي تريست دايركتلي تو ذا برودكت. يعني زي الخشب، الخشب جوه الكرسي ده، الخشب اللي قدامك ده دايركت ماتيريال، انا اقدر احدد لك بالملي واخد اربع رجلين اهمت، الاربع رجلين دولت مقاسهم قد ايه؟ واخد ثلاث قطع ورا واحده فوق واحده تحت، خمس قطع مقاسهم قد ايه؟ هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست قطع مقاسهم قد ايه؟ واقول لك خد خشب قد ايه بالملي. يبقى المرو ماتيريال اللي بيكام انتجرال بارت اوف ذا برودكت زي ما بتعمل عربية. الموتور بتاع العربية دايركت ماتيريال. الكاوتش بتاع العربية دايركت ماتيريال. البادي بتاع العربية دايركت ماتيريال. يبقى هي الحاجات اللي بتستخدمها وتبقى انتجرال بارت اوف ذا برودكت وتقدر تعمل لها تريسنج. يعني اقول لك عندي عربيه فيها كم موتور؟ واحد. يبقى عندي 100 عربيه فيهم كم موتور؟ 100 موتور. عندي بطاريه واحده لكل عربيه، يبقى لما اعمل 1000 عربيه بجيب 1000 بطاريه، كده انا عامل تريسنج. يبقى ده مفهوم الدايركت ماتيريال. كذلك الامر بالنسبه للدايركت ليبر. الدايركت ليبر هم عمال محددين، مش كل العمال اللي في الشركه، خلي بالك الشركه فيها عمال كتير. الغفير اللي واقف على الباب ده ليبر، الغفير الحارس اللي واقف على الباب ده ليبر، الراجل اللي بيعمل شاي جوه المصنع ده ليبر، الراجل اللي بيكنس الارض وينظف ده ليبر. لكن مش هم دولت الدايركت ليبر. يعني اما اقول لك نصيب الترابيزه من الحارس اللي واقف على الباب، هتقول لي صعب اعمل لها تريسنج، لان الحارس ده بياخد مرتب 100 جنيه سواء انتجت ترابيزه واحده او اثنين او 1000، فبالتالي مفيش ريليشن دايركت ريليشن ما بينهم، عشان كده بعتبرها اندايركت. امال الدايركت ده ايه؟ ده الليبر ال كان بي ايزلي تريست تو انديفيديوال يونت اوف برودكت. بمعنى ان اقدر اقول لك ان عشان اعمل ترابيزه واحده الراجل ده يشتغل ساعتين، كده يبقى انا عملت تريسنج. كل ترابيزه بتاخد ساعتين، يبقى لو عملت ترابيزتين باربع ساعات، عملت 100 ترابيزه ب 200 ساعه، يبقى دي كان بي ايزلي تريس تو انديفيديوال يونت اوف برودكت. يبقى الدايركت ليبر هم الصنايعيه اللي بيشتغلوا بالساعه او باليونت، مش الراجل الغفير ولا الراجل اللي بينظف، دولت يسموهم ان دايركت ليبر. يعني الراجل اللي بينظف الارض بياخد مرتب 1000 جنيه، انتجنا كتير انتجنا شويه، هو بيجي اخر الشهر ياخد 1000 جنيه بتاعته، بقى كده ما فيش دايركت ريليشن مع البرودكشن بتاعنا، زي الويجز بيت تو كاربنتر النجارين اللي بيعملوا الترابيزات. المانيفاكتشرنج اوفر هيد بقى كبر دماغك، بص يقول لك ايه؟ انكلودز اول مانيفاكتشرنج كوست اكسبت. شفت التفكير هنا؟ مش تفكير فاينانشال اكاونتنج، ده تفكير مانجيري بيكبر دماغه. بدل ما يقعد يقول لك الاوفر هيد عباره عن واحد اثنين ثلاثه ويقعد يجمعهم، يقول لك لا كبر دماغك. هي كل المانيفاكتشرنج كوست كل اللي اتصرف في المصنع ما عدا حاجتين، ما عدا الدايركت ماتيريال وما عدا الدايركت ليبر. والكوست ديت كانت بي ايزلي تريست سبيسيفيك يونت بروديوسد، ما اقدرش اعمل لها تريسك. طب هتعمل لها ايه؟ هعمل لها اللوكيشن، زي الاندايركت ماتيريال، زي الاندايركت ليبر، زي الجلو، زي النيلز، زي حاجات النظافه، زي السبلايز. وعندك عمال كتير اندايركت ليبر، زي العمال اللي هم كل العمال بقى بتوع المينتنس وبتوع السكيورتي جارد واللي بتوع الاوفيس بويز والحاجات دي، كل دولت حاجات ان دايركت ليبر، فبنجمعهم كلهم على بعض ونسميهم مانيفاكتشرنج اوفر هيد.
يبقى انا اول كلاسيفيكيشن عندي قال لي ان في عندي حاجات دايركت وحاجات اندايركت، وكانوا الاثنين دولت تحت مسمى مانيفاكتشرنج كوست. وقلنا مانيفاكتشرنج يعني جوه المصنع، يعني تكاليف صناعيه. وقلنا الدايركت حاجتين، دايركت ماتيريال ودايركت ليبر. وقلنا الاندايركت كوست سميناها اسم جديد، سميناها الاوفر هيد، اسمها الحقيقي مانيفاكتشرنج اوفر هيد، يعني التكاليف الصناعيه الغير مباشره. كل ده اسمه مانيفاكتشرنج. لكن هل تعتقد ان الشركات عندها كوست مانيفاكتشرنج بس؟ قال لك لا، ده الكوست بتاعتنا اصلا نوعين. نوع مانيفاكتشرنج يعني انسايد ذا فاكتوري، انسايد ذا فاكتوري جوه المصنع. وفي كوست تانية بره المصنع، نون مانيفاكتشرنج كوست اوتسايد ذا فاكتوري. اللي جوه المصنع عرفناهم هيطلعوا ثلاثه، نقولهم مع بعض كده: دايركت ماتيريال، دايركت ليبر، اوفر هيد. طب والنون مانيفاكتشرنج؟ خلي بالك ان الثلاثه دولت يصنعوا البرودكت، لكن هو مجرد تصنيع البرودكت كفايه عشان الشركه تكسب؟ امال انت محتاج ايه؟ محتاج ابيع بقى، يعني محتاج سيلينج كوست وادمنستريتيف كوست. والاسمين دولت كانوا موجود عند بتوع الفاينانشال، بس ما اسمهمش كوست، كان اسمها سيلينج اكسبنس وادمنستريتيف اكسبنس. فبتوع الفاينانشال بيستخدموا كلمه اكسبنس بديل لكلمه كوست، لكن هي عندنا على طول بنسميها كوست. يبقى عندي مانيفاكتشرنج ماتيريال وليبر، دول دايركت، والاوفر هيد كل الحاجات اللي دايركت. يسموه كوست بول ده يا شباب، كوست بول، كاني لميت كل الكوست في مكان واحد ما عدا الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر وسميتها اوفر هيد. النون مانيفاكتشرنج هي السيلينج والادمنستريتيف. طبعا الشركات محتاجه السيلينج والادمنستريتيف. السيلينج ده نيسيسري جدا تو سكيور الاوردر اند ديليفر ذا برودكت. والاكزيكتيف بقى والكريتيكال. نعم اتفضل. معلش، هو ينفع الدايركت ليبر يبقى جوه الاوفر هيد؟ لا ما ينفعش، الاوفر هيد كلها اندايركت. طب احنا دلوقتي معظم المصانع وحتى برضه الورش بيبقى العمال اللي فيها اللي شغالين في التصنيع بيبقوا بيقبضوا بالشهر. تمام. سواء انتجوا كتير او انتجوا قليل، هم في اخر الشهر بيقبضوا الرقم اللي هم متفقين عليه مع صاحب المصنع. تمام. في الحاله دي هو ما اصبح مش ريليتد للتصنيع، مش ريليتد للكميه. صح، بقوا اندايركت. بالظبط كده. وخلص. ده مش كده وبس، ده انا هقول لك حاجه ثانيه. ده معظم الشركات دلوقتي ما بقاش فيها ليبر اصلا، لانها بتشتغل اوتوميشن. يعني انت مصنع تويوتا اللي بيعمل عربيات تويوتا، لو عديت عدد العمال اللي فيه ما يطلعوش 50 عامل، لانها شغاله بالروبوت. عشان كده بتلاقي ان الدايركت ماتيريال هي دايركت، وياخدوا الليبر بعد شويه هنفهمها الحته دي، ياخدوا الليبر ويحطوه مع الاوفر هيد ويسموهم اسم جديد هنعرفه بعد شويه. فعلا في بعض الشركات او معظم الشركات الاوتوميشن ما بيبقاش عندها عمال شغالين بالساعه او باليونت بعدد الوحدات. في الحاله دي يتحول من دايركت ليبر الى اندايركت، وده طبيعي. لكن مفهوم حضرتك مظبوط 100%. تمام. طيب الكلمة اللي كان لسه اخونا بيتكلم عليها دلوقتي، عشان نتيجة الليبر دي عاملة لنا مشكلة، زي ما اخونا لسه قايل، مش انا اللي قلت، انت اللي قلت، ان في ليبر ساعات ما بيبقاش دايركت. في الحالة دي عملوا تقسيمة جديدة للمانيفاكتشرنج كوست. هو المانيفاكتشرنج كوست ثلاث حاجات: دايركت ماتيريال، دايركت ليبر، واوفر هيد. ده التقسيمة الأساسية. أول اتنين لو جمعناهم على بعض يطلعوا اكسبريشن جديد اسمه البرايم كوست. برايم يعني التكلفه الاوليه او التكلفه الاساسيه. يعني حضرتك عشان تعمل عندك مصنع، المصنع بتدفع عليه ايجار وبتدفع عليه كهرباء وبتدفع عليه رنت وبتدفع عليه تاكسز وبتدفع عليه حاجات كتيره قوي. ممكن يعمل كراسي خشب او يعمل ترابيزات خشب. طب ايه اللي يفرق بين الاثنين؟ يفرق بقى انك هتشتغل هتجيب خشب قد ايه ونجارين قد ايه. طب ايه رايك لو عملنا كراسي حديد في نفس المصنع؟ هتلاقي انك انت بدل ما بتجيب خشب بتجيب حديد، بدل ما بتجيب نجار بتجيب حداد. لكن بقيه الاوفر هيد هتلاقي هي هيها،
هتلاقي ان المصنع هو مكان وفي كهرباء وفي مية ونور وتليفونات وسالري والغفير والراجل اللي بينظف. عشان كده ياخدوا الاثنين دول مع بعض دايركت ماتيريال والدايركت ليفر ويسموها البرايم كوست، التكلفة الاساسية. طب خلي بالك بقى، لو خدنا اخر اتنين مع بعض اللي هو الليبر والاوفريد يسموها كونفيرجن كوست. اصل الفكرة ايه؟ انك بتاخد الماتيريال وكونفيرت ات تو برودكت وتحولها لمنتج، يبقى تكلفة الماتيريال عشان تحولها المنتج تصرف عليها ليبر واوفريد فيسموها كونفيرجن كوست. عشان كده في بعض الشركات تلاقي رقم الليبر الدايركت ليبر ده رقم صغير قوي والرقم ده كبير. خلي بالك ان الرقمين دولت واحد يكبر التاني يصغر، مش فاهم؟ كل ما الشركة تبقى يدوي مانيوال الليبر هنا يزيد. يعني مثلا نجار بيشتغل بايده، صنايعي، فتلاقي عنده شاكوش ومنشار اللي هي التولز بتاعته اللي هي المانيفاكتشنج، وبياخد كهرباء على قده والتليفون على قده، لكن معظم الفلوس رايحه على الصنايعيه. طب لو تخيلنا ان المصنع ده قلب بقى اوتوميشن، بقى الات، فتلاقي ان رقم المانيفاكتشنج اوفريد هو اللي يزيد، ياخد كهرباء اكتر وياخد ديبريشيشن اكتر ويقل عنده الليبر. فعشان كده الفرق بين الاوتوميشن واليدوي هو الفرق بين التو كوست دول يا شباب. الشركات اليدوي اللي بتشتغل بتعتمد على العماله اللي بيسموها كثيفه العماله هتلاقي الدايركت ليبر عندها كتير، شركات الاوتوميشن تلاقي عندها الاوفر هيد هو اللي كتير. عشان كده جينا عملنا تقسيم جديد، خدنا اول اثنين دايركت ماتيريال ودايركت ليبر وسميناهم برايم كوست، واخر اثنين دايركت ليبر واوفر هيد وسميناهم كونفيرجن كوست. وطبعا الثلاثه مع بعض يتسموا مانيفاكتشرنج توتال مانيفاكتشرنج كوست. خلي بالك لو قلت لك البرايم كوست زائد الكونفيرجن كوست يساوي ايه يا شباب؟ البرايم كوست بلس الكونفيرجن كوست يساوي ايه؟ يطلع خلطبيطه، لان فيها مشترك مين معاهم؟ الدايركت ليبر. يعني انت لو خدت البرايم جمعت عليه الكونفيرجن يبقى انت عملت دبلنج للدايركت ليبر، لانها موجوده في البرايم وموجوده في الكونفيرجن. يبقى البرايم كوست بلس الكونفيرجن ما بيتجمعوش على بعض، اللي بيتجمع الثلاثه اللي فوق دايركت ماتيريال دايركت ليبر والايه والاوفر هيد. طب تعالى واحده واحده كده، يبقى البرايم كوست هي اول دايركت كوست، صح كده؟ البرايم كوست هي كل الدايركت كوست، والدايركت كوست كان بي ايزلي تريست، ويبقوا حاجتين دايركت ماتيريال ودايركت ليبر. يبقى كل الحاجات الدايركت ده لما اقول دايركت ماتيريال ودايركت ليبر يسموها برايم كوست. خدت بالكم من حاجه يا شباب؟ الراجل بتاع المانجير الاكاونتنج بيحاول يقلل عدد الكلمات اللي بيستخدمها. ايه؟ المانجير الاكونتنت بيقلل عدد الكلمات اللي بيستخدمها. يعني بدل ما يقول دايركت ماتيريال ب 100,000 ودايركت ليبر ب 200,000 يقوم قايل على طول برايم كوست 300,000. هو الراجل اصلا بتاع المانجير الاكونتنج ده عنده اتيتيود انه بيكبر دماغه. راجل قليل في الكلام لانه اجاباته كلها على التليفون. ما تنساش ان المدير هيرفع سماعه التليفون ويسالك محمد الكرسي يكلفني كام. فبدل ما تقول له دايركت ماتيريال 100 ودايركت ليبر 200 قول له على طول برايم كوست 300، فيفهم ان البرايم كوست ديت هي الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر. طب تعالى عند الكونفيرجن. الكونفيرجن هي كل الكوست اذر ذان الدايركت كوست، الدايركت ماتيريال كوست، كل حاجه غير الدايركت ماتيريال كوست يسموها كونفيرجن. اكشولي تو كونفيرت الماتيريال تصرف عليها ايه؟ عشان تحول الماتيريال لبرودك اصرف عليها دايركت ليبر واوفر هيد، فيطلع حاجه اسمها الكونفيرجن كوست. يبقى الكونفيرجن هي دايركت ليبر بلس مانيفاكتشرنج اوفر هيد. طبعا ما تنساش ان المانيفاكتشرنج اوفر هيد دي ليها اسم تاني ان دايركت مانيفاكتشرنج كوست، ده اسمها سواء سميناها اوفر هيد او سميناها ان دايركت اوفر هيد ان دايركت مانيفاكتشرنج كوست، الاثنين نفس الاسم. طب ما تيجي ناخد مثال صغير كده. لو قلت لك شركه عندها دايركت ماتيريال 200,000 دايركت ليبر 150,000 مانيفاكتشرنج اوفر هيد 250، وقلت لك احسب لي البرايم كوست، هتقول لي سهل هاخد اول اثنين اجمعهم على بعض 200 و150 يبقى البرايم كوست ب 350.
احسب لي الكونفيرجن يبقى ال 150 وال 250 ب 400. طب احسب لي التوتال مانيفاكتشرنج كوست، اوعى تقول 350 و 400. التوتال مانيفاكتشرنج كوست هي ال 200 زائد ال 150 زائد ال 250، الثلاثه دول كده توتال مانيفاكتشرنج كوست ب 600,000. يبقى احنا فهمنا دلوقتي شويه ترمينولوجي، فهمنا يعني ايه دايركت ماتيريال دايركت ليبر، يعني ايه اوفر هيد، فهمنا يعني ايه برايم كوست وكونفيرجن كوست، فهمنا يعني ايه توتال مانيفاكتشرنج كوست، فهمنا يعني ايه مانيفاكتشرنج ونون مانيفاكتشرنج. دي سموها ترمينولوجي، دي الاساسيات بتاعه المحاسبه بتاعتك. طب ما تيجي نجرب كده سؤال مع بعض، ركز معايا في اللي انا هقوله ده بعد اذنك. لما تيجي تحل سؤال اكاونتنج، السؤال ما بيتقراش من اوله، اقرا الريكوايرد الاول. لما تيجي تحل سؤال اكاونتنج ما تقراش السؤال من اوله. يعني انت لو قلت كده ذا فولوينج كوست وور انكيورد ان اوجست دايركت ماتيريال دايركت ليبر وعمال تقرا، في الاخر هيسالك كونفرجن كوست دورينج ذا مانث توتال، هتعمل ايه؟ هتضطر ترجع تقرا السؤال تاني. عشان كده احنا بنقول في الاكاونتنج غير اي ماده تانيه، احنا عندنا طريقه حل السؤال ثلاث خطوات. اول حاجه ريد ذا ريكوايرد، هو عايز ايه، وبعدين سولف ات، حل وبعدين اقرا السؤال. ركز كده معايا بعد اذنك هنعمل ايه. اول حاجه هنقرا الريكوايرد، كونفرجن كوست ديورنج ذا مانث توتال، هو عايز ايه يا شباب؟ عايز الكونفرجن كوست، نمره واحد. احلها انا من دماغي، اقول هي الكونفرجن كوست تساوي ايه؟ الكونفرجن كوست هي الاثنين التانيين، ما هم ثلاث حاجات دايركت ماتيريال ودايركت ليبر واوفر هيد، انا حافظهم كده. اول اثنين برايم كوست، اخر اثنين كونفرجن، يبقى دي عباره عن دايركت ليبر زائد اوفر هيد. كده انا حليت، يبقى انا قريت الريكوايرد، حليت السؤال. اقرا بقى الكويشن، انت محتاج دايركت ليبر واوفر هيد، محتاج دايركت ماتيريال؟ لا. دايركت ليبر عايزها؟ اه معانا. اوفر هيد عايزها؟ اه معانا. محتاج سيلينج؟ ها يا شباب محتاجين سيلينج؟ السيلينج والادمنستريتور محتاجينها؟ لا لا طبعا، لان الاثنين دولت نون مانيفاكتشرنج، وهو لما يقول لي كونفرجن يبقى بيتكلم عن مانيفاكتشرنج كوست اونلي، يبقى كلمة برايم وكلمة كونفرجن هي تقسيمة جوه المانيفاكتشرنج كوست. فكل اللي هعمله هاخد الرقمين دول واجمعهم على بعض، 14 و 38 تبقى الإجابة بتاعتي 52,000. صعبة اللعبة؟ تعبت ولا نكمل؟ تعبنا من أولها كده؟ بجد تعبت والله؟ طيب لو تعبتوا احنا ممكن نكتفي، يعني اول يوم يا دكتور، ف مفيش مشكله، احنا واخدين كله ورا بعضين بنحرم كله، مفيش لا ولا يهم ولا يهم كده، ما احنا مع بعض متعودين، لما انت تتعب قول لي انا تعبت.